الكره الطايره. الكره الطايره لعبوا مباراتين مع هيئه قناه السويس وطلائع الجيش، والحمد لله قدرنا نكسب المباراتين، لكن الماتش بتاع طلائع الجيش كان ماتش صعب، ماتش قوي جدا، فريق قوي، فريق كان عنيد مع النادي الاهلي شويه. النادي الاهلي ما كانش موفق في المباراه، لكن قدر فرقتنا الحمد لله تخلص بنتيجه 3-2. تعالوا نشوف نتائج الماتشين عملنا ايه فيهم. الاهلي وقناه السويس 3-0 للنادي الاهلي، نتيجه الاشواط 25-14 و25-20 و26-24. الاهلي وطلائع الجيش 3-2. الاهلي اول شوط 25-15 للنادي الاهلي، طلائع الجيش كسب شوطين ورا بعض 25-20 و25-19. النادي الاهلي في الشوط الرابع والخامس قدر يخلص المباراه الحمد لله، قدر كابتن ميدو بصلاح يرجع اللعيبه، واللعيبه كان عندها اراده قويه جدا يرجعوا في المباراه، لان الموضوع بيكون صعب جدا ان شوط ثاني وثالث تخسر وترجع في المباراه مره ثانيه، لكن رجال كره الطايره عندنا في النادي الاهلي قدروا يكسبوا الشوطين الاخرانيين الرابع والخامس بنتيجه 25-18 و25-8. ده جدول الترتيب بعد نروح لجدول الترتيب بعد الجوله الخامسه. الاهلي لعب 5 مباريات، فاز الخمسه ما شاء الله ل 15 شوط وعليه شوطين بموجب 13 شوط ب 14 نقطه. الزمالك الثاني لعب 5 مباريات، فاز 4 وخسر 1 ب 12 نقطه. الثالث طلائع الجيش 10 نقاط، الرابع سموحه 9 نقاط، وسبورتنج الخامس ب 6 نقاط، النادي الاتحاد السكندري بالسادس بست نقاط، القناه السابع برصيد 3 نقاط، والطيران في المركز الاخير الثامن برصيد لا شيء من النقاط. بكده نكون خلصنا دوري كره الطايره، لكن عندهم مباراتين مهمين جدا الاسبوع ده، الاتحاد والزمالك السبت والحد باذن الله، نتمنى لهم كل التوفيق رجال كره الطايره. نروح لناشئين وشباب النادي الاهلي في كره الطايره في الاسبوع ده، نشوف عملوا ايه. الكرة الطائرة في تحت 20 سنة، الأهلي بيفوز على سبورتنج 3-0 بنتيجة أشواط 25-12 و25-17 و25-22. بكده نكون خلصنا كرة الطائرة رجال، ما شاء الله الماتشين اللي اتلعبوا الحمد لله 3 ماتشات كسبناهم، ورجال كرة الطائرة بيسيروا نحو البطولة المفضلة ليهم دوري العام لكرة الطائرة، بإذن الله نبارك لهم في آخر المرحلة على الدوري العام. سيب الرجال الطايره ونروح لسيدات الطايره، سيدات الطايره الاسبوع ده كان عندهم 3 مباريات، تعالوا نشوف نتائج الكره الطايره سيدات عملوا ايه. المباراه الاولى الاهلي والصيد، الاهلي بيفوز 3-0 بنتيجه اشواط 25-10 و25-22 و25-14. الاهلي والزهور 3-0 بنتيجة أشواط 25-14 25-15 و25-16. الأهلي والنصر، الأهلي بيفوز 3-0، الأهلي 25 النصر 12، الشوط الثاني 25-7 و25-9. أصحاب الجياد بنتيجة 3-0 25-9 25-15 و25-14. 4 مباريات لفريق كرة الطايرة سيدات بالفوز. نروح لجدول الترتيب لكرة الطايرة سيدات. الأهلي في المركز الأول لعب 15 مباراة، فاز في ال 15 لأشواط 45 عليه شوطين بنتيجة أشواط 43 بنقاط 44 نقطة. الزمالك الثاني برصيد 41 نقطة، لعب 15 مباراة، فاز 14 وخسر مباراة. الثالث الشمس لعب 16 مباراة برصيد نقاط 38 نقطة. الرابع سبورتنج برصيد 36 نقطة. هليوبلس الخامس برصيد 29 نقطة. الصيد السادس برصيد 28 نقطة. السابع سموحة برصيد 23 نقطة، الزهور الثامن برصيد 15 نقطة، الطيران التاسع
برصيد 9 نقاط، اصحاب الجياد العاشر برصيد 8 نقاط، ونادي 6 اكتوبر 11 برصيد 7 نقاط، ونادي النصر 12 برصيد 4 نقاط. بكده عرفنا ترتيب جدول كره الطايره. لو لاحظنا ان النادي الاهلي والزمالك 15 مباراه، لا كانت اصلهم مباراه مؤجله، اتاجلت بسبب ظروف كان المباراه على صاله نادي الزمالك واتاجلت المباراه دي. لكن خلينا نروح لتقرير بعد مباراه الاهلي والنصر مع كابتن حمدي الصافي، نشوف قال ايه وترجعوا لنا مره ثانيه. والله يا مباراة النصر المفروض تتلعب الأسبوع الجاي، هي ومباراة كمان عندنا مباراة بكرة الجياد في اسكندرية. احنا حبينا ان احنا نقدم المباراتين دول لان احنا عندنا معسكر الأسبوع الجاي ان شاء الله في صربيا، فحبينا ان ما فيش ماتشات كتيرة تتراكم علينا لبعد البطولة الأفريقية، فقدمنا الماتشين دول نخلصهم قبل المعسكر، بحيث ان احنا ما يبقاش في لما بعد البطولة ان شاء الله الأفريقية ما يبقاش في إجهاد على اللعيبة. تاني حاجة ان احنا نخلي اللعيبه تركز في المعسكر في العشر ايام بتوع المعسكر، ويبقى اكتر استفاده ان شاء الله باذن الله للفريق. صربيا معروفه على مستوى السيدات مستوى عالي جدا، من اقوى 3 دول على مستوى العالم، وعلى طول في منصات التتويج على مستوى العالم. حبينا ان احنا السنه اللي فاتت خدنا سلوفينيا، السنه دي قلنا يعني ما جالنا معسكر كويس في مكان كويس، فرق قويه جدا ناجحه، هنعمل تقريبا 5 مباريات قويه، فهيبقى احتكاك كويس جدا لينا يرفع مستوى الفرقه قبل البطوله الافريقيه ان شاء الله. لعبنا كم مباراه؟ 5 ماتشات ان شاء الله باذن الله متدرجه المستوى مع معظم الفرق القويه في صربيا. كل ما المستوى والاحتكاك بيبقى عالي بيعليك معاه. طبعا احنا عندنا مباريات الدوري مش معظمها مش قويه جدا، فمحتاجين الفتره ديت ان احنا نعمل كم مباراه قويه ترفع مستوى الفريق، وفي نفس الوقت تخلي في استعداد للفرق القويه اللي هيلعبها في افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله هنرجع قبل البطوله ب4 ايام، هناخد يوم راحه وندخل يومين معسكر قبل البطوله باذن الله. بطوله صعبه بس احنا ان شاء الله باذن الله تركيز اللعيبه في المعسكر، روحهم العاليه اللي عودونا عليها، وقوف طبعا جمهورنا ده ما حاجه نمره واحد بالنسبه لنا. اكيد طبعا اكيد احنا كنا محتاجينهم جدا في البطوله العربيه، البنات متعودين على دعم الجمهور بطريقه كبيره جدا، ان شاء الله في الصاله بتاعتنا هنا يبقى في دعم كبير من جمهورنا، بالاضافه طبعا لانتظامهم في المعسكر وارتفاع الروح المعنويه بتاعتهم. ان شاء الله باذن الله نعوض في البطوله الافريقيه وتبقى خير تعويض لجمهورنا باذن الله. هو نظام البطوله ما فيش اعاره، هو نظام البطوله قبل البطوله بيبقى لك محترف اوروبي او محترف افريقي، احنا عندنا الاوروبي والحمد لله يعني معظم اللاعبات على قدر المسؤوليه وعندهم رغبه ان هم يعوضوا البطوله العربيه ويسعدوا جمهورهم باذن الله. زي ما شفنا كابتن حمدي الصافي بيتكلم على المعسكر، ان شاء الله فريق السيدات هيطير بكره باذن الله لصربيا، هيعملوا معسكر 10 ايام باذن الله في صربيا من 1 ل 10 علشان البطوله الافريقيه. البطوله الافريقيه شيء مهم جدا للنادي الاهلي ولسيدات النادي الاهلي. بعد ما خسرنا البطوله العربيه في مصر كان مباراه عدم توفيق، لكن البطوله الافريقيه الاقوى كثيرا. ليه؟ لان عندنا 5 فرق مشاركه، قرطاج التونسي والصفاقس، وعندنا مولوديه الجزائر موجوده من الجزائر، وعندنا فرقتين بيخشوا طبعا مش عرب اللي هو الانابيب والسجون الكيني، يعني بطوله قويه جدا. لكن ان شاء الله تحضير كابتن حمدي واللاعبات باذن الله هيكون عند حسن ظن الجميع. بطوله ان شاء الله بطوله افريقيا هتقام على ملاعب النادي الاهلي من يوم 15 ليوم 28 في الشهر. نتمنى باذن الله الفوز ولاعيبه النادي الاهلي، لان احنا كده كده ما شاء الله عندنا بطولات كثيره جدا في البطولات الافريقيه هي والبطولات العربيه، لكن عدم التوفيق اللي فات حط حمل ازيد على اللاعبات عندنا، واحنا متاكدين ان اللاعبات عندنا ان شاء الله يكونوا على قدر المسؤوليه في المرحله الجايه هم مع كابتن حمدي الصافي. هنسيب كره الطايره سيدات وهنروح لمباريات الناشئات في النادي الاهلي، نشوف عملوا ايه في الاسبوع ده. تحت 19 سنه الاهلي بيفوز على هليوبوليس 3-0، 25-14 و25-12 و25-18. المباراة الثانية الأهلي والجزيرة بنتيجة 3-0 الأهلي بيفوز برضو في بطولة الجمهورية تحت 19 سنة 3 أشواط، 25-17 و25-10 و25-19. بكده نكون خلصنا الألعاب الجماعية كلها عندنا، داخلين على المراحل النهائية، كل الفرق بتستعد إن شاء الله بإذن الله للتتويج في المرحلة اللي جاية، لأن كل جماهير النادي الأهلي مستنية
عد وحصد جميع البطولات اللي بنخشها في السيزون. كل امنياتنا الطيبه ليهم باذن الله، لان المرحله الجايه فعلا هي المرحله الاخيره في البطولات الافريقيه والبطولات العربيه وبطوله الدوري والكاس باذن الله، نتمناها للنادي الاهلي.